أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقتي بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا كرما وجودا. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيما، غناك عنه قديم وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن
عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك وعمدي. أطمعني فيها أن أسألك ما لا أستوجبه من الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك. فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أقطع عني عذبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فولي وتتحببوا إلي فتبغضوا إليك، وتتوددوا إلي فلا أقبل منك. كأن لي التطول عليك، ثم لم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق وباسط الرزق، ذي الجلال والإكرام والفضل والإحسان، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزى، وتواضع لعظمته العظمى، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا أحصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي،
فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مورقة قد راني. فأثني فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهدك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصادقين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا، ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظلمة، مدرك الهارمين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وأمينك وصفيك، وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك، ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى، وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين، ووصي رسول رب العالمين، عبدك
رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أمة المسلمين علي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلفاء الهادي المهدي. حجتك على عبادك وأمنائك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر. احفظه بملائكتك المقربين. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا. يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وملة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة احد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا فيها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا.
اللهم المام به شعثنا واشعى به صدعنا وارتاق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا واعطنا يا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا واعطنا به فوق رغبتنا يا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة إمامنا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآل محمد وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم وفي الأمر الحكيم من القضاء تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور
المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي في رزقي وأن تجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري وصلى الله على محمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي وقف السائلون ببابك ولا ذا الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين. إلهي ربح وفاز القائمون ونجا المخلصون ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأسين
ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فاخدمنا، ومن لحوم الطير وثمار الجنة فأطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فاكسنا، وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك مع وليك، فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا يا خالقنا، اسمع واستجب لنا. وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار وأمانة من العذاب فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي عذابك وغوانك فلا تبتلنا، ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكبنا، ومن ثياب النار وسرابيل القطران